لأجل الخير مصطبرا ولا تكل ولا يجتاحك الملل، قد كنت تحمل من أتعابنا جبلا والآتيات لها في ثغرك الجبل، يا من نهابه غصن النار أم ملكا في كل شأن له السادات تمتثل، إن كان للناس أمران يوفقهم لأنه من سبيل الهدي ينتهل، هذا الذي رضع القرآن مجده في كل مئذنة تلقاه يبتهل.